مرحبا بكل متابعين قناة كوك تيفي على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وخبر جديد. نزلت مبارحة أغنية أوزيكس تيك توك على اليوتيوب، حيث حققت أكثر من 800,000 مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة من نزولها. كلامي لك لو تبي ترقص فرفشت فيلها، لو تبي تكون حول ناس كلام الناس ما يهمها، لو تحب تسمع ميوزك وتكون دايما مبسوط. حيث كان التصوير والإفكت والجرافيك كتير احترافي، والعمل كان كتير متعوب عليه، حيث لاحظنا بالكواليس عدد كبير من فريق العمل اللي تضامنوا مع بعضهم لخلق هالعمل الرهيب اللي انتظروا كتير من الناس. حيث الموديل اللي كانت بالكليب هي من أشهر مستخدمي برنامج التيك توك سارة ميلاد. فموضوع الفيديو كليب كان يحكي على تأثير برنامج التيك توك على مستخدميه، وكمان طريقة استخدامه بطريقة كتير طريفة. ولاحظنا أنه في رأس جرافيك وكمان مشاهد تمثيلية في بداية ونهاية الفيديو كليب. فلتها ما شاء الله عليك، ايش العفسه هذه؟ تيك توك تيك توك تيك توك متخلف هدير، ايش السالفه؟ فأوزيكس نزل هالفيديو على الانستغرام اللي يجمعه مع فيصل وعبد الله المسالم بعد دخول الفيديو كليب للترند الاول بالسعوديه بعد 4 ساعات من تنزيله. وكان عمل من إنتاج أوزيكس ومساعدة ديوان وبرعاية تطبيق تيك توك ومن إخراج أوزيكس. الأغنية كانت كتير رهيبة وحلوة وخرافية. مبروك لأوزيكس. خبرونا عن رأيكم في خانة التعليقات عن الفيديو كليب والأغنية. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.